في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة، تواصل المراكز الطبية المتخصصة بمحافظات مصر كافة عملها لفحص المواطنين وعمل التدخلات الجراحية لهم وذلك بالمجان. كما يتم ضمن المبادرة صرف أدوية علاج مرضى التصلب المتعدد بالمجان مع إجراء الكشف الطبي الدوري لهم. يتواصل العمل بمستشفى القاهرة الفاطمية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل وتدخلات الجراحية الحرجة للعديد من التخصصات الطبية وفقا لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار، ومنها توفير العلاج اللازم بالمجان لمرضى التصلب المتعدد رغم تكلفته الباهظة كأحد الإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمنع مضاعفات المرض الجسيمة. بعد توفير الأدوية اللي هي البيتافيرون اللي هو الفيرست لاين أو الخط الأول للعلاج، احنا كنا بنشوف مرضى كتير جدا جدا اللي بيموت منهم، اللي بيجي لنا بعجز، واللي بيجي لنا ماسك ويلتشير او اللي هو على كرسي متحرك. قلما دلوقتي ما بنشوف المرضى دول، ومعظم حتى اللي بيجي لنا بيكون للاسف الشديد هو اهمل نفسه في التشخيص وفي العلاج. انما الحمد لله دلوقتي ما بنشوفش الحدوته دي، خلى ان احنا بنعالج فعلا بدري العيانين دول. المريض بيشرفنا في الوحده على الاقل مره كل 3 شهور لو الحاله مستقره، اما في حاله حدوث اي هجمات لا قدر الله او اعراض غير متوقعه من المرض، المريض يقدر يجي في اي وقت. لو حصل اي هجمات بنوفر له الخدمه بالحجز داخل المستشفى وتلقي العلاج مجانا زي ما قلت لحضرتك عن طريق علاج عنافه الدوله او بالتعاون مع هيئه التامين الصحي، او لو ما فيش اي حاجه خالص بيجي في المتابعه الدوريه بتاعته كل 3 شهور بنقوم بالفحص الطبي ليه، اجراء التحاليل المتابعه للادويه، واجراء الاشعاعات بيتم من 6 شهور لسنه للوقوف على كذا كان العلاج جايب نتيجه معاه ولا لا. تقريبا كل ادويه الام اس موجوده عندنا، مفيش دواء مش موجود عندنا. بنقدر نحجز العيان ياخد العلاج بتاعه سواء في المتابعه، عيان حصل له هجمه من المرض لا قدر الله بيقدر يجي. الحاجه الثانيه في رقم تليفون موجود، المريض لو احتاج اي حاجه بيتصل بينا، متواجدين معاه على طول 7 ايام في الاسبوع تقريبا بنرد على التليفون، مفيش مشكله خالص، ولكن احنا متميزين في حاجات كتيره جدا. ولخطوره المرض وتوابعه يتم عمل كشف دوري لهؤلاء المرضى وتوعيتهم بتشخيص المرض مبكرا لمنع مضاعفاته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمرضى انفسهم الذين تحسنت حالتهم بالعلاج. لو في مريض مثلا جديد بيبقى فيه رهبه كده وخايف والدنيا سودة في وشه وخايف من المرض، لا احنا بنديله طاقه، انا زيك انا بقالي من 2015 والدنيا حلوه، وخد علاجك، العب رياضه، كل اكل صحي والدنيا تبقى كويسه الحمد لله. احنا بننزل المستشفيات الوحدات كلها بلا استثناء اي وحده، وكمان كنا بنعمل حملات توعيه بننزل كل الجامعات عشان نوعي على المرض والاعراض بتاعته، لان في الاول الاعراض بتاعته محدش كلنا عانينا في الاول عموما عبال ما تشخصنا، لان الاعراض في الاول بتبقى بسيطه بعدين بتزيد واحده واحده. المرضى اثنوا على الخدمات التشخيصيه والعلاجيه التي تقدم لهم بالمستشفى على مدار الساعه بالمجان. ما كنتش بقدر اتحرك خالص تماما، وكانت موضوع الاكل معايا ما كنتش بعرف اكل كويس، وكانت عينيا ما كنتش بقدر اشوف بيها، وبعد ما خدت العلاج وبارشادات الدكاتره كلهم رجعت طبيعي جدا، بدات اتحرك عادي واكل. مره جالي عدم توازن مثلا، مره جالي زي حول في عينيا كده ورجع تاني مع العلاج يعني بترجع تاني. بصراحه انا من ساعه بدات على البريسكربشن الاخرانيه اللي هو اخر علاج وقائي خدته من هنا الحمد لله ما حصلش اي حاجه. العمل على توفير الخدمات التشخيصيه والعلاجيه لمرضى التصلب المتعدد من خلال مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار واحدة من الخطوات المهمة لإنهاء معاناة هؤلاء المرضى من هذا المرض القاتل. محمد حلمي، التلفزيون المصري.